كيفاش كانت هذه المبادرة اللي درتوا اليوم مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؟ واش أول مرة ولا ثاني مرة؟ لا، هذه ماشي أول مرة تنديروا مع هذه المبادرة، هذه ثاني مرة، وماشي هذه المبادرة كنديروا مع بزاف تاع المدارس، وهذه ثاني مرة فاش كنجيو كنديروا هذه المبادرة مع هذه المدرسة ديال الجمعية ديال التواصل. وحنا فرحانين باش الدراري بعدا دخلنا لهم واحد شويه ديال السرور ودخلنا لهم شويه ديال البهجه وان شاء الله باش يديروا نظاظر ويقراوا مزيان وتحسن الحياه ديالهم اليوميه. شنو هو احساس كنت كتعطيو للدراري هاد النظارات وهما فرحانين؟ باش كتحس انت؟ والاحساس ديالنا احنا ما نقدرش نعبروا عليه دابا في هاد اللحظه هذه، ولكن الاحساس هو راه زعما احنا فرحانين بزاف باش كنشوفوا شويه الدراري كيفاش كتدخلهم كيفاش كيفرحوا كيفاش كيبتسموا بهذيك النظارات اللي تنعطيهم، وهذاك الشيء راه زعما هذا واحد لا ساتيسفاكسيون كبيره لينا حنايا. شكرا.